السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو راح نفرجيكم طريقة تحويل لانجويج الفويس ريكوردر من ريماكس اللي هو الار بي 1. هذا طبعا بيجي اللانجويج صيني، تمام؟ راح نفرجيكم كيف راح نحوله للانجليزي او للعربي. بنلاحظ هنا اول ما نشغل الفويس ريكوردر، تمام، تطلع عندي اللي هي الاعدادات السيتنج. هاي اول ما نشغله بنروح هنا على الكبسات اللي على الجنب، اول كبسه من فوق اللي هي انها تمشي لي اياها، تمام، اوكي. الكبسه اللي تحت باك ترجع، بنرجع على السيتنج. احنا بس فرجيناكم اخر كبسه زي ما حكينا باك، وهنا بتقدم لي خطوه، تمام. هاي رحنا على السيتنج، هاي عباره عن انتر. الكبسه اللي تحت الحمراء تاعت الريكورد عباره عن انتر، فتنا على الانتر، تمام. اجتني اللي هي الخصائص، الخصائص الاوبشنز تبعه. بنزل زي ما حكينا، نزول على الكبسه اللي على الجنب الاخيره، بنزل على كلمه لانجويج. هيك لاحظنا لانجويج مكتوبه بالانجلش، تمام. هيك لانجويج مكتوبه بالانجليزي، بكبس اوكي زي ما حكينا اللي تحت تاعت الريكورد، بجيب لي هون اللانجوج المطلوبة. نرجع على الكبسة الأخيرة، ننزل لما تصير لغة عربية أو إنجليش أو اللي بدنا إياها، نرجع أوكي. بنلاحظ إنه تم التحويل. الكبسة هاي عبارة عن باك، بترجعني